السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وعواشركم مبروكه. اليوم ان شاء الله غادي نخدم معكم واحد جلابه بالافريقيه، واحد المتتبعه كانت طلباتها ليا وانا اليوم غادي نخدمها معاها ان شاء الله. انا فايت لي خدمتها ولكن ما صورتهاش، ها هي كما كتشوفوا، ها هي تصبح. كتجي زوينه، وهرشي معايا انا عندي مخرجها بالكولور، ها هي غادي نخدمها اليوم ان شاء الله معاكم. ها هي انا ديجا تراسيتها هنايا، غنخدمها في واحد الجلابه في لورونج. ها هي تراسيتها، هذه جلابه ديال واحد السيده، ها هي تراسيتها. غادي نخدمها بالموف وبلورونج وبالغري وبالمارون. عندنا الافريقيه كتكون سمارة كنخدموها بالمارون وبالصفر، هذا هما الالوان اللي غادي نحتاج في الافريقيه. ونبداو على بركه الله. كيف ما كتشوفوا البنات، هاي الافريقيه ديالي انا ديجا كنطراسيتها. دابا غادي نبدا بالشال اللي حاطه فوق راسها. شو راه ساهل، ماشي شي حاجه واعره حيت ما فيها لا ديغرادي لا والو، كتخدمي غير اللوينات. ها بحال دابا ها نتوما كما كتشوفوا هنايا انا ديجا خدمها، هاهما كما كتشوفوا هاد الشال كله باللوينات، كتخدموا اللوينات اللي بغيتو نتوما. ها نتوما شفتوا بحال دابا انا هنا اللوينات اللي هنا انا ما غنديرهمش، غندير هنايا الالوان اللي قلت لكم في الموف ولورونج والصفر. غادي نبدا كل بلاصه، كل مثلا كل طبقه اولا كل بلاصه غادي ندير لها لون. شتو راه طريقه سهله ماشي واعره. ها دابا نقبط مثلا الموف ديالي، انا غنطبقو هنايا فهاد لابارتي هادي هنايا. كما كتشوفوا انا خدمت دابا بالموف صافي، الالوان اللي باقي ليا غادي نخدم عاوتاني بالصفر، وغادي نخدم هاد الكري، وغنخدم بلورونج، وغندخل هاد الشويه ديال الموف هذا اللي كي هاد اللوين هذا حتى هو عجبني غندخلو. ها هو كيبان شي صافي نفس الطريقه، الطريقه سهله ماشي. دابا غنخدم هاد اللوان كاملين هنايا وغنرجع معكم. كما كتشوفوا من بعد ما ساليت هاد اللي كتكون فوق راسها، هما اللوينات كلهم درتهم هنايا كما كتشوفوا هما. ومازال عاد غادي نقبط الكحل، اللون كحل، وغادي نقبط بانسو رقيق، وغادي نخدم هادو ما بين كل لون غادي ندير ندوز الكحل بحال هكا، ما بين كل لون ولون لون ولون غندوز الكحل بحال هكا. المهم ملي غنبدا نخدم هاد الطريقه غنوريها لكم. دابا غادي ندوزو للوجه والكسده ديالها، الوجه والكسده ديالها غادي نديروها بهذا المارون هذا. هذا المارون عندي فيه رقم 48، الا جاكم مغلوق كتزيدوا فيه واحد شويه ديال الذهبي. ها الا خدمتوا بهذا وجاكم مغلوق على حساب اللون ديال البشره اللي بغيتوا، كتزيدوا فيه شويه ديال الذهبي حتى كتحصلوا على اللون ديال البشره اللي بغيتوا صافي. وهنا وهاد الكسوه هادي اللي هنا، هاد الكسوه هادي بحال هاد الشكل هادي اللي عندها هنا، هاد الكسيوه ديالها فوق الصدر ديالها، على الصدر ديالها غادي نديرها بهاد اللون الموف، ونخدمها بهاد الموف. ها نتوما كتشوفوا الصدر هذا، راه طريقه هانتوما كما كتشوفوا، كما قلت لكم راه طريقه سهله ماشي صعيبه، ما حيت ما فيها لا ديغرادي لا والو. هانتوما انا ساليت الكسوه ديالها اللي فوق الصدر، وزوقتها هنايا بهاد الخطيطات بلورونج،
ودابا غادي ندوز للوجه والكستة، غادي ندير بالمارون. هانتوما طريقة سهلة ماشي صعيبة. دابا غنكمل الوجه والكسدة كامل القهوة، غنخلي غير الحاجب، بلاصة الحاجب اللي بالكحل، وهاد العينينة هنا غنخلي هادي خاوية ما غنصبغهاش حيت غتكون هنا في البيض والكحل. صافي الباقي كله غيهبط بالقهوة. عاد من بعد كنخرجو ديك لي موتيف ديال النيف، موتيف ديال النيف كندخلو فيه شويه ديال الابيض ولا الكحل على حسب الظل. كنخدمو عاوتاني الصبعين، عاوتاني كنخليو البلاصه اللي فيها الظل تنيه ديال الصبع. كنحاولو نفتحو جهة الكتف هنا، كنحاولو نفتحو هاد الدهبي هدا، إما الدهبي إما البيض. باش كتسيبارا الكسدة على الكتف. غنحاول نزيد شوية ديال البيض حتى هو هنايا. نحاول هنا ندير شويه البيض باش نحسب الكتف، باش نخرج بان راه كاين هنا الكتف. هو تسيبار الكتف على الكسدة. هنا جيت بحال دابا الابط، غنحاول ندير شويه ديال النواف، ندير الظل تما. ندير شويه الكحل، نحاول نمشيه. درت الكحل، غنحاول نمشيه شويه هنا. صافي نفس الشكل غادي نكمل دابا اليد، اليد حتى هي. من هنا الصبعين غنحاول نفتحهم حتى هما، وهنايا غندير ديك الفرقه ديال الصبعين. هنا درت هاد الصبيعات
باش تجي خارجين على التبول فيهم شويه ديال الذهبي. التواجد بالمغرب منذ شهر فبراير الماضي التزمت بالاجراءات. سمحوا لي شعلت التلفازه ونسيت اشعلها. ها انتم كما كتشوفوا انا زدت هنا شويه ديال انتم شفتوا كيفاش. دابا غيبقى ليا غير نكمل هذا الدبيليج هذا ديالها وندير لها واحد صبيع بالصباغه ديال التفران نكمل الفويه نعكر له ندير الحجبان في الكحل وهي سالات. ها انتما كيما شفتوا انا درت العوينات درت النيف درت الحاجب درت الشفرين كملت الصبيعات بالصباغه. ها انتما كيما كتشوفوا دابا غندوز لها لهاد هذا اللي الزيف اللي فوق راسها كما قلت لكم غادي نقبط بانسو رقيق على هذا الشكل وغادي نعاود ما بين هذا وهذا ما بين اللون واللون هذا بعد الموف مغلوق والموف مفتوح غندوز واحد النواغ بحال هكا شفتوا صافي هادشي اللي بقى لي غنسالي هذا كامل ونرجع معكم. ها انتما البنات كما كتشوفوا انا ساليتها ها انتما ها هي اللي كنت خدمت قبل ها هي وهذه اللي خدمت معاكم مازال عاد غادي حيت دابا كما كتعرفوا راه كلشي باقي سد بغيت نشري العقيق ساعه باقي كلشي سد غادي نشري العقيق باش ندير هنا لي بوكل وندير لها هنايا ان كولي هنايا في عنقها بحال هذا الشكل هذا شفتوا مازال لي بوكل ومازال الكولي راه طريقه سهله البنات غير زعمو راه ساهل راه ماشي شي حاجه واعره وبحال ديما كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم كنتمنوا اللي مازال ما تابونا في القناه ديالي تابونا وديخليو لي واحد التعليق وديروا لي لايك وبارطاجيو الفيديو مع احبابكم واصحابكم إلى اللقاء فيديو مقبل إن شاء الله والسلام عليكم.